صاحب مسيرة ذهبية في تاريخ الكرة المصرية، بدأ من الصفر ووصل للقمة، حلمه تحول لكابوس مع المنتخب. إن المدير الفني تتم إقالته، دخل التليفون على الهواء في برنامج. الكل شكك في رحيله وأسرته وطلعت حسبنتها على اللي ظلمه. إيهاب ده بتوع عمر مضغوط. إيهاب بتوع عمر مضغوط. بمعنى إيه؟ إيهاب كان أحسن فترة في حياته. يا ترى حكاية الكابتن إيهاب جلال، وهل فعلاً تعبه كان بسبب ضغوط نفسية ولا في حاجات تانية؟ الساعات اللي فاتت خيمت حالة كبيرة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن رحيل مدرب نادي الإسماعيلي الحالي إيهاب جلال بعد صراع كبير مع المرض. إيهاب جلال اتولد سنة 1967 في محافظة الدقهلية، وكان شاطر في خط الوسط الدفاعي داخل المستطيل الأخضر. لعب لأندية الشمس والإسماعيلي والمصري والقناة في مصر، وحقق لقب كأس مصر مع النادي الإسماعيلي في مناسبتين، لحد ما اعتزل لعبة كرة القدم نهائياً 1 يوليو سنة 2004. بعد الاعتزال قرر إيهاب أنه يتجه للتدريب والشغل الإداري، وبدأ مسيرته التدريبية مع أندية كهرباء الإسماعيلية والحمام وبلدية المحلة وكفر الشيخ وتليفونات بني سويف. وكمان الغريبة بقى أن إيهاب جلال لم يتوج بأي لقب مع مختلف الأندية اللي مسكها في التدريب. في سنة 2022 كلف بتدريب منتخب مصر، والصدمة أنه خاض معاهم 3 مباريات بس، وبعدها تولى تدريب نادي الإسماعيلي. كان بيصارع معاهم علشان الفريق يكمل في الدوري. بدأ تعب الراحل إيهاب جلال في بداية سبتمبر لما تعرض لوعكة صحية جديدة، نقل على إثرها للمستشفى في القاهرة، خضع للعلاج في قسم الرعاية المركزة قبل ما يتم الإعلان عن رحيله. كشف شقيق الراحل إيهاب جلال أسرار وكواليس جديدة عن حياته، وقال أخوه إن إدارة المستشفى وضعت حراسة أمنية مشددة على الأوضة اللي كان أخوه موجود فيها. اتكلم عن تعبه وقال إيهاب جاله 3 جلطات في المخ، حاول الأطباء إنقاذ حياته لكن مشيئة ربنا نفدت. وكان إيهاب إنسان هادي غير عصبي، بيكتم مشاعره جواه لأنه بيكره الانفعالات والأصوات العالية والمشاكل. في الفترة الأخيرة لاحظوا التغيير والشحوب على وش إيهاب جلال من خلال التلفزيون بعد مباراة الإسماعيلي والمقاولين في الدوري، لأنه كان طوق النجاة للدراويش اللي كانوا بيكافحوا من أجل البقاء في الدوري. الغريبة إن في كلام كتير ظهر إن رحيل إيهاب جلال نتيجة ضغوط عصبية مر بيها بسبب تعرضه للظلم، وده اللي كشفه عمرو بركات نجم النادي الأهلي السابق، واللي نشر على حسابه بإنستغرام وقال: حبيبي أطيب وأحن وأنظف إنسان، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد ظلمك، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد شكك في ذمتك، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد كان سبب للي حصل لك، إنا لله وإنا إليه راجعون، في مكان أنظف وأحسن إن شاء الله، نعم الخلق والقدوة في كل شيء، ربنا يرحمك يا حبيبي وحسبي الله ونعم الوكيل. الكل حزين على رحيل الكابتن إيهاب جلال، واللي ساب بصمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية. رحم الله الراحل وألهم أهله الصبر والسلوان.